بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في ثالث محاضرات التحكيم التجاري الدولي، وموضوع محاضرة اليوم المتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوة لوجود اتفاق على التحكيم. الأصل أن الدفع بعدم القبول هو من الدفوع الإجرائية أو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تبدأ قبل إبداء أي طلب أو دفع متعلق بموضوع النزاع، وقد يتمسك بهذا الدفع أي طرف من الأطراف. في حال اللجوء إلى القضاء العادي، وكان قد سبق اللجوء إلى القضاء العادي أو حتى لحق اللجوء إلى القضاء العادي اتفاق بين الأطراف على حل النزاع بالتحكيم، طالما أن هذا الاتفاق جاء جديدا وجاء لاحقا، يكون من له المصلحة والصفة والحق في أن يدفع بعدم قبول الدعوة لوجود اتفاق على التحكيم. وهذا الدفع يسلب المحكمة المختصة بنظر النزاع ولايتها من نظر النزاع وانتهاء الدعوة، ويتم أن يلجأ إلى الأطراف إلى التحكيم. والأصل فيه أن يبدأ قبل إبداء أي دفوع موضوعية، وبالتالي إذا أبدي ثم أبديت مجموعة من الدفوع الموضوعية فللمحكمة أن تتمسك به طالما أبدي بشكل صحيح وأن تقضي به، لكن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها، ويجب أن يبدأ أمام محكمة الموضوع ومحكمة أول درجة، وإلا يعتبر تنازل صريح من الخصم الذي له الحق في التمسك به عن اللجوء إلى التحكيم ورضاءه باللجوء إلى القضاء العادي. الاتفاق على التحكيم وإن كان يمنع القضاء من نظر الدعوة، إلا أنه لا يسلب ولايته في نظر موضوع النزاع. يعني ايه؟ يعني الاتفاق على التحكيم هو بمثابة دفاع او احقية في ان امنع المحكمة العادية بنظر موضوع النزاع. انا بدفع بعدم قبول الدعوة لوجود اتفاق على التحكيم، وبالتالي المحكمة المختصة بعد اذنك تقضي بعدم قبول الدعوة المقامة امامك لوجود اتفاق على التحكيم. طيب، اذا كانت المحكمة قد قرأت صحيفة الدعوة واكتشفت أن موضوع النزاع من الموضوعات المتعلقة بأعمال السيادة أو من الموضوعات المتعلقة بالنظام العام، فلها أن ترفض هذا الدفع. وهذا من الأمور التي قد يختلط فيها الأمر بالنسبة لكثير من الأطراف. ده معناه إيه؟ ده معناه أن أنا قد ألجأ إلى التحكيم في موضوعات عادية، موضوعات منازعات تجارية، منازعات استثمار، منازعات بحرية، أرفع دعوة يتقال لي لا أنت في اتفاق تحكيم، أنا آسف، روح لمحكمة التحكيم تحلها. ولكن لو جيت في منازعة من منازعات مثلا دعوة صحة ونفاذ، دي منازعات متعلقة بالنظام العام، أو لو كان الاتفاق على التحكيم ورد في عقود مخالفة للقانون كعقود بيع خمول، دي مسائل متعلقة بالنظام العام، كاتفاق متعلق ب مثلا المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، دي متعلقة بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز أساسا للأطراف أن يلجأوا إلى التحكيم في هذه الموضوعات، وبالتالي للمحكمة هنا أن ترفض الدفع بعدم القبول لكون الأمر متعلق بأعمال السيادة أو متعلق بالنظام العام. فحقيقة المحكمة بنظر موضوع النزاع، وألا يكون لمحكمة التحكيم أي سلطة في أنها يطرح عليها النزاع. يعني محكمة التحكيم نفسها أنا لو رحت لها وقلت لها أنا أصلا عايز أرفع دعوى صحة ونفاذ ما بيني وما بين شخص، هتقول لي أن المحكمة مش مختصة. ليه؟ لأن ده متعلق بالنظام العام في الدولة، أنت ممنوع من هذا، أو في مسائل الأحوال الشخصية. وبالتالي لو رحت أمام القضاء العادي، كيف يقضي القضاء العادي بعدم القبول وتقضي محكمة التحكيم بعدم الاختصاص، وأكون أنا في مأزق لا أستطيع لا اللجوء إلى القضاء العادي ولا أستطيع للجوء إلى التحكيم؟ فهذا أمر متعلق بالنظام العام. هنا يكون الاتفاق على التحكيم بمثابة بطلان في الاتفاق ذاته، يحق للمحكمة في نظر الموضوع وبطلان الاتفاق. ولكن هنا البطلان ترتب لمخالفته للنظام العام،
مش للبطلان الخاص بين الاطراف من نقص في الاهليه او عيب في الاراده او غيرها، وان انا اقول انا برفع الدعوه امام القضاء العادي لان كان في بطلان في الرضا وخطا واكراه، وان انا لم تقصد ولم تنوي ارادتي في اللجوء الى التحكيم، وانا برفع الدعوه امام القضاء العادي لبطلان اتفاق التحكيم. اذا كانت الدعوه مستقله ببطلان اتفاق التحكيم هذا امر، وبالتالي موضوع الدعوه هو موضوع بطلان اتفاق التحكيم. ولكن اذا كان موضوع الدعوه هو الالزام او المطالبه بالنزاع او بالحق المتنازع عليه، واستند الى ان هناك بطلان لحق باتفاق التحكيم، فهذا لا يحق للمحكمة أن تنظر الموضوع طالما أن الأمر لا زال من حق محكمة التحكيم أن تنظر. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبي المحامي، شكرا جزيلا.